بسم الله بدينا وعني بيصلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صبحكم ورد وفل وياسمين وفيتامين وبنين ورضاية الوالدين. اليوم يا صديقاتي فيديو جديد، روتين جديد، ونهار جديد، وإن شاء الله أيامكم كلها جديد في جديد. اليوم باش نعيشكم معايا ونشارككم معايا أول مرة في عمارتنا اللي نسكن فيها، باش نوريها لكم بكل تفاصيلها، باش ننشطكم معايا ونحفزكم حتى أنتم تقوموا. إذا عندكم قضية قوموا أقضوها، نكلم فيكم وأنا كوت بالتعب خاطر كملت قضيته كلها ونسجل لكم في آخر الليل. ما تنسوش يا صديقاتي اللايكات باش نحضر معكم فطور، باش نعيشكم معايا روتين نهار كامل. إن شاء الله يعجبكم الفيديو. وراهي الصدفة يا صديقاتي، الصدفة، أشهر الصدفة خلتني نصور هذا الكل. المرأة اللي نساسة تجي تنظفلنا البلاس هي ولدت، وبقينا نحن وجيراننا هما الحقيقة يتخادموا كلهم ربيعينهم. وين البطالة اللي قاعدة في الدار؟ يا ربي قلبي كلاني، ما نحبش يدخل علينا سيدي رمضان. ديما بصراحة بلصنا نضيف الحمد لله، يا ربي دومها نعمة. وديما في المناسبات نحبوه يبدا ضاوي، حتى كي تبدا انبوبه هكا طافيه نعاودو نخلوها تخدم. المهم البنات اليوم تعبت بالرسمي، شوفوا وجهي هنا حسيلو، خليكم مع الفيديو تتعرفوا كل التفاصيل. هاي البنات تو باش نحضر معاكم شويه جلبانه. اسمعوا راهو انا تو باش نعمل جلبانه بالصوبيه، مانيش باش ناكل منها، عندي كعيبه صوبيه حلت الفريجيدير وقت ننظم في الدبش سيدي رمضان لقيتها، قلت نعملها معناتها الراجلي. وانا بصراحه توا في يعني كي نقضي والكل ما نحبش ناكل ماكلتي دي. عندي 3 ايام باش نحكيكم نكته، عندي 3 ايام نمشي والله العظيم نمشي كل يوم للبيتزاري، شي هي بيتزا من البيتزاري، نمشي نلقى عمتك البيتزا وفرغت. كل يوم نمشي نلقى عمتك البيتزا فرغت. يا اخي هاني اليوم قلت ننصب الفطور ونركب فطوري ونحضر معناتها اموري ونمشي نشوف لعل نخلط عليه. كل يوم يقولوا لي راهي تفرغ، قالوا لي هيا قبل ما تلاف. مشيت حقيقه بجلت قضيه الدار على كرش. يا اخي رصت لي هكاك ديما نحنا نساها كيك، قلت لا خلينا نمشي نقضي. مشيت قضيت وجبت حاجات رزينه في يديا، ما نجمش نهز معاهم هذيك، قلت هاي تو نرجع حسيل كهو به. هنا حطيت بصل وزيت وثوم باش نحط كعبه الصوبيه الموجوده. يا ربي يرضاك الفايده فك البنه وفك ريحتها اللي تسيب في الطنجره، تفوح في الطنجره. وين نغطيها ونخليها تتقلى ومن بعد نرجعوا. هي مريضه يا خويا يدخل خشمه ويدخل عقلي. يا مريضه يا خويا وقلوب معبيه بالغل، يدخل خشمه في حياتك ويدز الباب ويدخل. راهي البنات توا كعيبه الصوبيه كعيبه تشفع المولاها. اصلا انا ما نعرفش راهو البنات كيفاش قاعده تكعبه واحد، مش قاعد تكعبه واحدة. انا كي قلبت توا البارح الكونجيلاتور لقيت ساشي فيها صوبيا، قلت اي نجبدها نعمل، ما نعرفش تكون مزال ولا ما عادش. حطيت الطماطم توا الكعب، اهي الطماطم الكعب. وتوا باش نحط شويه الجلبان. بسم الله يا ربي، شويه كل حاجه منها شويه. ها يا فضل تو باش نخليها تتقلى بالقدا، ديما جلبانتي نخليها تتقلى من غير ما نفوحها في لو، ومن بعد نكملوا بقيه المراحل. وهاكم معايا يا عزيزه قلبي. تو البنات بعد ما خليتها تقلت شويه، شموا الريحه نودكم ولا نشهيكم، باش نفوح نحطلها شوية هريسة عربي، شوية طماطم، هسيلو تفويحتنا العادية هذيك. يا
كيس عربي وشويه طماطم ونزيد الطماطم مغرفه طماطم باش تجينا هكا لونها غامق لونها غامق. توا البنات نصب لها شويه ماء باش نفوحها كلها مع بعض خاطر عندي خرجه لازم نكون نفوحها مع بعض. هذه هي طهجرتي نحكيكم نحكيكم نكته البنات وضحكوا علي. سكرت حكه الطماطم يا اخي كي سكرتها نقرا في تون اونسي عملت شنو هذا منين جاني الطن يا اخي مش طماطم ونسيت الخطا والله العظيم كان شيء هب قضيه الدار تهب. هاي البنات تو باش نصب عمتك الماء عمتك الماء شويه ماء والله عاملة جو كعيبة مصلي على النبي مشي خروحة في الطنجرة مزينت لي الطنجرة باهي قد ايامك هيك عم نصوب وين فيها زروس للبيت هذاك هو نتاع صحن نتاع زوجي هاني وديته هنا على الاقل بقولش ما فهميش دبرت راسي باهي توا باش نفوح باش نفوح طنجرتي سهلة ماهلة. اه يا ربي اه تعرفوا الايامات هذوما البنات الواحد ما عادش يحب اللي يكثر من الطياب والشهوات هاو جاي ناس تدير رمضان باش نتشهوا ونطيبوا ونفوحوا بسم الله. هنا شويه فاء حاجه سهله مهله ونحط شويه فلفل مرحي اكيد هذا ما يغيب على طعام عندي انا يعني. به وشوية في الكركم اكيد هذا حتى الكركم راني نحب ديما نوصيكم حطوا الكركم في ماكلتكم راه باهي مضاد اكسده ديما نقولها ونعاودها. وهنايا عندي شويه فلفل اكحل بسم الله زي فلفل اكحل نخلط طوالهم نحط شويه ملح انا راني ما نحبش الملح في الميك لحتى راني منحيت له الملح ولا ما تاكلش الملح برشا وحتى لالا كي تجينا تقول لي حطي فات نقولها لا يا لالا الملح لا تحبك لالا الملح كان تلقى تحط وحده تحط ياس ومش باهي راهو حتى مش كان الكبير ولا الصغير هو الملح بكثرته مش باهي والله انا تعودت ما ناكلش الملح برشا وما ناكلش الحلو برشا وناكل وقت بدني يطلب يعني وقت بدني يشتي ناخذ الحاجه امسي نو ما ناخذش ما نجيش نهار كامل وانا نبدا نحرك فيه ها تحب ناكل فما ناس تبدا قاعده وتبدا تاكل انا لا مانيش ايش نقول راهو في العباد ما تقولوش يا عواشر تو القرض مشي باهي. هاي توا البنات باش نصب شويه زيت زيتونه شويه زيت زيتونه اه هذه باش تعمل بعميلها خلنا نمسح الدبوزه ديما راني ننظف دبوزه ديما دبوسي نخليها نضيف هكاك تقعد الحاجه كيف ما هي. ها حطينا زيت زيتونه توا نزيدها الماء ونخليها تطيب على راحتها نرجع لكم من بعد نكمل نحط فيها بقيه المكونات نرجع لكم تو. اي صديقاتي هنا عندي شويه بسباس عندي راجل يحب البسباس راهو في الجلبان نحط له البسباس هاك باش تولي خيرات ربي تو ما شاء الله. ها بسباس وكعبه صوبيا وزيت زيتونه واش تحب خيرات ربي نمني في روحي بالكهيب ما يبانوش راهو هو انا شنو باش نعمل تو يجي يلقاها شوفوا ما احلاك المنظر نتاعها نودكم ولا نشهيكم وان شاء الله قسمكم منها في الجنه. خلينا نعملوا لها بوز هكا البنات وتشهي
باش نعملو كعبة الجناري. هيا خل نقسمها له هكا تروح حتى هي كعبة جناري. لا راه كي نتحرك برشا خنزيدها الماء نتاعها ونخليها ونمشي نخرج للسوق. هذه هي مريقة الجلبانة بكعبة الصوبيا. ربي ينزل بركته. وهنا البنات حطيت الفلفل، جرد زيتها وحطيت لزوجي فطر شباتو الجلبانة، وانا بالطبيعة مشيت اخذت البيتزا اللي قلت لكم عليها. واخيرا اخيرا كليت البيتزا. يا ناري نمشي اي نقول لكم نكتة. مشيت انا وطفلة، فما طفلة كيما البارح قابلت انا وياه لقينا كل شيء وفاء. يا اخي رجعت كيما اليوم، كي رجعت نلقاها قلت لها يا شنو تستني، قالت لي لازم ناكلو لازم ناكلو. حسيلو نودكم ولا شهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنة. ودو باش نمشي معاكم للقضية. بليت لها البلاصه البنات جوج البنات. بديت نمسح في السطح، بديت من فوق. المهم هذاك السطل الروز اللي نمسح فيه، وسطل الكح راهو ما نمسحش فيه، راني نحط فيه منديلة وحطيت فيها جافيل والماء وعديت عليها كالفايونس الكل. نمسح فيها بالفايونس، مانيش معناتها نمسح فيها خاطر السطل هذاك ما نستعملوش للمسحان. وهنا باش نمسح الدروج، وراهو ما مسحت الا ما كنست الكل، يعني كنستها الكل البلاصه هذيك كلها بالمصالحه، مسحتها الكل، نحيت منها الغبابر الحصيل. وما نجمش راهو نقضي من غير ما نكنس هذيك طبع فيه. هكاك نحس ان الدنيا انظف من اني ديريكت نصب الماء ونعدي. هنا نكمل نمسح البارتي هذية. تعرفوا البنات مش تعب، تعب وسكتوا لانه كل طاق نعمل فيه نفس الشيء، كل طاق نعود له نفس الخدمة اللي خدمتها في الطاق اللي قبله. وهنا باش نكمل زادة عملت شوية برودوي، نظفت الحيوط، مسحت الحيوط الكل، نستعمل المنديلة هذية كما قاعدين تشوفوا نمسح بها الفايونس، وبعدين نعدي بمنديلة شايحة الحصيل وخليتها الدنيا تلقطه. تشوفوا النتيجة في الاخر. البلاصة متاعنا البنات راهو هو اصلا جديد، يعني مش بنيو جديد، ما هوش قديم. الواحد يحاول يحافظ على الدنيا الكل، معناتها ذاك رخام. المهم مسحته حتى هو، وكملت مسحت القاعة هذه في الطاق اللي بعد الطاق الاول. عمل شوية جافيل، الجافيل شربته شربان، الريحة نتاع الجافيل تو في حلقي. والله يا البنات راهو لتوا صوتي ما رجع مع الحساسية والكل حصيل، وحمد لله على كل حال. وهذوما بيبان نحطوا فيهم التبشرة هيك تبش كيما الفاز اللي عندي زايدين الحاجات الحصيل اللي مانيش مستحقة ليهم نحطهم غاديكا. توا البنات هنا انا وين لاسانسور، هذه البلاصة وين لاسانسور. مسحته ما قلتكمش كيفاش مسحته حصيله. وهنا مسحت الباب، توا في الباب نتاع البلاص باب العمارة هذه كله بلار. نظفته حتى هو، عملت شوية اجاكس بعدين وجريدة والكل. والمرة الاولى مسحته بالجافيل كل، عديت الدنيا كل عديت عليها بالجافيل البنات. لازم معناتها ديما حتى كي كانت المرأة تجي وتنظف ديما تستعمل الجافيل. وهذا توا الدروج بتاع المدخل. الماء اللي مسحت بيه صبيته قلت خنصبه هو الاول، هذاك علاش تشوفوا فيه التراب. وبعدين عديت ماء نظيف. هنا
البنات وصلنا راهو للشارع هذاك هو الباب عند باب حديد وباب بلار الوسط هذاك نحطو تقعد فيه بيس يعني نظفت لها بلاصتها وعبيت لها الماء. حسيت المشكله هي اي قطوسه تبدا هاربه من المطر تدخل غاديك. هذه بعد التنظيفات حبيت نوريكم الشكل والدنيا كيفاش تلق ومحلاها نظافه والنظافه بالايمان. وتوا نقولكم في امان الله.